بالنسبه للارصده كنا احنا اخر مره عملنا التسمية في الكواكب، احنا لو حذفنا هنا 20 واتشالت ال10 يعني المفروض 30، المفروض يبقى 2100 بس، لان لو خرجت ودخلت بقت 2100. احنا بقى عايزين نعمل حذف تلقائي مجرد ما نضغط على زر الحذف، زر الحذف، وبرضه بيدي رسالة بيقول لك متأكد ان انت هتحذف البند دوت، والشريط كده بسيط على البند وتاريخ البند. ده اللي هنشتغل فيه النهارده. طبعا هنعمل اول حيلة اللي هو التحديث التلقائي مجرد ما يضغط على زر الحذف. الحالة الأولى هنشوف كده، طبعا احنا هنا لازم نعرف العنوان الخارجي اللي هو الموجود في فورم 45 داخلها اللي هو التكست صفر ده، بس من خلال هذا الجزء، من خلال هذا الزر نقف كده عليه ونخش نشوف ايه العنوان. تكست فورم 45 يستفاد العنوان اللي احنا المفروض يتحدث تلقائي. طيب العنوان ده جاي من خلال ايه؟ هنعرف دلوقتي. هنضغط هنا ونشوف عند التحميل هل تكست صفر بياخد من بياخد من من مكان اخر. شوف تكست صفر بتساوي تكست 81، تمام. يبقى تكست صفر ايضا تكست 81 هيتحدث قد ايه؟ طب هل تكست 81 ده بياخد من جزء برضو؟ دلوقتي هو كده هنا مفيش حاجة باينة، احنا نوصل بس تكست 81 من هنا. هو ده بيعمل بياخد من في التلاتة، بياخد من دي كاونت، بياخد من دي كاونت. ماشي، احنا هنا هنعمل تحديث، هناخد بس الكلمة دي ونعمل لها هنا تحديث. تحديث تمام. ونيجي هنا مرة أخرى بعد ما نعمل عملية الحذف، هو كده دلت تماما، دلت و هننزل الاثنين دول التحديث التلقائي للجزئية اللي احنا قصدين عليها اللي هي بتعمل حذف. طبعا كده 2100، لو احنا حذفنا 50 المفروض بتبقى 2050. هنشوف ما عملتش، برضه لازم اخرج واخش. تمام. مفيش مشاكل، انا ممكن الحيلة طالما تماما ما اتعملتش هنعمل دخول وخروج الفورم 45 وخلاص. هنعمل هنا اهو غلطة ونموذج، نفتح نموذج طب نموذج انهي بقى؟ فورم 45.
24,000 بقى 1051، خلاص كده؟ إن شاء الله في الحلقات الجاية هنكمل تعديلات في هذا البرنامج ومراجعة شاملة في الحاجات اللي إحنا عملناها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.